نساء بأصيلة على هذه المبادرة الطيبة اللي قام بها، وخلانا نتعرفوا على هاد الناس هادو مساكين هاد الأحياء الهشة اللي كتستنى المساعدات الإنسانية. وكنتمنى من الله يوفقنا باش نوصلوا لهاد الناس ونمدوا لهم يد المساعدة وجميع الاحتياجات اللي كيحتاجوها. والله هو الموفق ويد الله مع الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس المحلي لنساء مدينة أصيلة على هذه المبادرة اللي خلونا نوقف عن قرب على المعاناة ديال بعض الناس مساكن عجزة، الناس معاقين، هذيك على المعاناة اللي كيعانيوها. ونتمنى إن شاء الله من المجتمع المدني يكثر من هذه المجهودات وهذه المساعدات، لأن زعما كاين الناس اللي محتاجين بهم. ومن هذا المنبر كنقدم طلب هو، لأن هذا الشيء راه واجب علينا، لأن الناس كاين هنا عايشين في واحد البيئة الحمد لله اللي كاين واحد الناس عاجران، وكتلقى نساء فايتين 90 عام وكتلقى عاجران ديالهم اللي متكفلين بهم، ملي كتدخل كتلقى واحد النظافة، ولكن مساكن المعاناة ديالهم هي كيخصهم شويش من الناحية المادية، ما هما من الناحية ديال يقدموا الإعانة راهما مستعدين، ولكن كيخصهم الإعانة المادية. من المنبر كنتمنى من هذا النداء يلقى أذن صاغية باش نجيو نعاونوا هاد الناس ان شاء الله. وشكرا. يشرفنا اليوم اننا نشاركوا في هاد العمليه ديال توزيع الاغطيه على هاد العائلات المعوزه وعلى هاد الفئه المختلفه من اطفال وشيوخ وعجزه. وهاد العمليه اللي قمنا بها اليوم هي عمليه كتدخل في اطار سياسه امانديس إدارة مواطنة وإدارة القرب من المواطنين. وهذه العملية قمنا بها بمشاركة مع المجلس المحلي نشوي لأزيلة، وشرف كبير لأننا أنا والإخوان اللي معايا من أمانديس طنجة شاركنا في هذه العملية هذه، ونتمنى أنها طرق هاد الناس اللي قمنا بالتوزيع عليهم بهاد الأغطية هادي، اللي هي في الحقيقة يعني عملية من العمليات اللي كتقوم بها أمانديس في إطار هاد الأنشطة، من توزيع حقائب، من توزيع نظارات، من توزيع ماء مؤن في شهر رمضان، إلى غيرها من الأعمال الاجتماعية اللي كتدخل في الأنشطة ديال أمانديس. وكذلك بمشاركة المجتمع المدني اللي عضو فعال في هاد الأنشطة هادي، واللي يوجه العمليات ديال أمانديس في هاد المشاكل الاجتماعية. وحنا شفناها عن قرب، يعني الحقيقة عائلات وناس اللي محتاجين بمعنى الكلمة، يعني معوزين لا ماديا ولا معنويا ولا صحيا. وكنتمنى ان هذه العمليه هذه بالاضافه الى امانديس والمجتمع المدني تنخرط فيها مؤسسات اخرى اللي عندها امكانيات وتقوم حتى هي بهذه الاعمال وتقوم بالزيارات عن قرب حتى تطلع على هاد الناس اللي في الحقيقه في حاجه ماسه. واذا قلت ماسه يعني كنتمنى انهم يزوروا ويشوفوا بعينهم، لان بعد المشاهد مؤثره جدا. ويكفي انني في واحد اللحظه عند واحد السيده يعني تاثرت حتى الدموع نزل لي في الحاله اللي عليها. وكنتمنى من الله يتقبل من الجميع وشكرا.